احنا النهارده بننفذ القافله الطبيه في قريه المضيق التابعه لمركز كومومبو. بننفذ القافله الطبيه على مدار يومين. فكره القوافل الطبيه هي عباره عن مستشفى ميداني متنقل. المستشفى الميداني احنا النهارده بننفذ القافله نضم 10 تخصصات طبيه مختلفه. معانا صيدليه فيها اكثر من 130 صنف، معانا 2 معمل، معمل الطفيليات ومعمل الدم، معانا خدمه الاشعه العاديه، معانا خدمه الاشعه التلفزيونيه. زي ما قلنا لحضراتكم هي عباره عن مستشفى ميداني متنقل، الكشف والعلاج بالمجان. بيتوجه المواطن للحصول على الخدمه الطبيه في التخصص المطلوب، بيقوم بتوقيع الكشف الطبي عليه الدكتور الاخصائي او الاستشاري في كل تخصص. لو محتاج علاج دوائي بيتم صرفه هنا من القافله بالمجان. لو محتاج تدخل سنوي، محتاج اشعه مقطعيه، محتاج اشعه رنين، محتاج اجراء عمليه جراحيه، او اذا كان من اصحاب الامراض المزمنه بنحوله لاقرب مستشفى تابع لمدير الشؤون الصحيه محافظه اسوان، ونستقبل باقي الاجراءات ونستصدر قرار علاج على نفق الدوله للحصول على الخدمه كلها كامله متكمله، سواء تدخل جراحي او قرار علاج شهري على نفق الدوله لاصحاب الامراض المزمنه. زي ما قلت لحضراتكم احنا بننفذ القافله الطبيه في قريه المضيق على مدار يومين. خدمه القافله الطبيه بتطلقها وزاره الصحه في ظل مبادره السيد الرئيس حياه كريمه للوصول بالخدمه الطبيه لاهلنا والناسنا في المناطق المحرومه والاكثر احتياجا.